ننتقل الأستاذ أشرف إلى صحيفة آخر لحظة التي نقرأ منها اليوم. لجنة خاصة لضبط الأسعار كشفت وزارة التجارة عن تحسن أداء الميزان التجاري في النصف الأول من العام 2017 مقارنة بالفترة السابقة نتيجة لزيادة الصادرات وانخفاض قيمة الواردات، حيث تراجع العجز إلى 677 مليون دولار مقارنة ب 2.6 مليار دولار، وأشارت إلى ارتفاع عائدات الصادرات التي بلغت 2.15 مليار دولار مقارنة ب 1.5 مليار دولار لذات الفترة من العام السابق، وعزت ذلك الارتفاع عائد قيمة الصادرات للقطاعات الإنتاجية الموجهة للصادر. وأعلن وزير الدولة بالتجارة الصادق محمد علي عن تشكيل لجنة خاصة لتنظيم ومراقبة الأسواق وتحديد مؤشرات حجم الاستهلاك. أستاذ أشرف، هل تستطيع هذه اللجنة ضبط الانفلات في الأسعار والأسواق الآن؟ ونحن نشهد أيضا قضية لا تنفصل عن هذا الخبر، ألا وهي ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه والعملات الصعبة الأخرى. يعني من الصعب جدا بالوضع الاقتصادي الحالي السوداني حسم مسألة انفلات الأسعار، فهذه المسألة لا تنفصل عن الواقع الاقتصادي الكلي الذي نعيشه الآن، والذي يعني من الواضح أنه وضع بائس، والاقتصاد أيضا لا ينفصل عن الوضع السياسي. وظللت أردد هذه العبارة، إذا كان الإطار السياسي الذي يحكم البلاد هو غير معطوب، بالتأكيد الاقتصاد سيكون حاله منصلح، وستكون هنالك اقتصاد يقوم على ركائز أساسية من شأنها أن تحقق الرفاهية للمواطن. بالنسبة لانفلات الأسعار، الأزمة في هذه المعادلة هو مسألة الرقابة، وحتى الإحصاءات التي حول المعدلات فيما يتعلق بشأن التضخم الرسمية هنالك مظان بأن هذه الإحصاءات هي إحصاءات يعني غير سليمة من بعض الاقتصاديين أو غير دقيقة، فالتضخم هو أكبر مما هو عليه بحسب الإحصاءات الرسمية. المهم في الأمر أنه ليس هنالك قوانين لحماية المستهلك، وليس هنالك قوانين من شأنها أن تكبح التجار الذين يعني يعملون على زيادة هذه الأسعار، وبالتالي من الصعب جدا في عدم وجود رقابة حقيقية وفاعلة في كبح جماح انفلات الأسعار. وبالتالي مهما كانت هنالك لجان ستظل دورها شكلي وصوري، وهي مجرد تحصيل حاصل. أيضا تشكيل هذه اللجنة أستاذ أشرف لا يتناقض مع سياسة السوق الحرة التي تنتهجها الدولة، تشكيل لجنة لتحديد الأسعار، وأيضا في المقابل سياسة لتحرير السوق. كيف يمكن أن نجمع هذين الخطين الذي يرى الخبراء أنهما خطين متوازيين لا يمكن أن نجتمعا في أي لحظة من اللحظات؟ هو هذا يعكس حجم التخبط، ولكن في نفس الوقت هو تناقض شكلي. المسألة المتعلقة بالسوق الحر هذه يعني واحدة من أفكار الدول الغربية للسيطرة على موارد الدول النامية، ولكن في الغالب الدول النامية عندما تتبع مثل هذه السياسات لا تستطيع أن تتحكم في أزماتها الداخلية، وتنتج كثير من الإشكالات فيما يتعلق بخدمات المواطن. نعم. وبالتأكيد يعني ما يحدث الآن هو يعكس حجم هذه الأزمة، وكيف تتعامل مع الحكومة بشكل ما يتناقض مع سياساتها بتشكيل مثل هذه اللجنة. فبالتأكيد مهما كانت الوضع على ما هو عليه سيكون باقيا على ما هو عليه، وهذه محاولة شكلية من قبل وزارة التجارة لن تستطيع أن تتقدم قيد أنملة. التراجع الكبير أستاذ أشرف في الذي ذكره وزير التجارة في عجز الميزان التجاري، الذي ذكر أن هذا العجز تراجع إلى 677 مليون دولار مقارنة بذات الفترة من العام السابق كان 2 مليار و600 مليون دولار، يعني تراجع لأقل من الربع حتى أو تقريبا هو الربع. هذا التراجع الكبير لماذا لم ينعكس على الأسعار، ولماذا لم ينعكس على استقرار سعر الصرف للعملات الصعبة مقابل الجنيه تحديدا والعكس؟ هو ليس تراجع كلي في العجز، وإنما جزء من يعني العجز انخفض يعني قليلا يعني من العام السابق، لكن العجز الكلي موجود قائم وحجمه كبير وقائم. وبالتأكيد ما دام أن هذا العجز قائم وماسل لن تكون هنالك حلول، فلأن هنالك عجز حقيقي موجود، ولأن العالم لا ينتظر يعني أن تقيم يعني أن تحاول أن تخرج من هذه المعادلة وأنت على هذا العجز. فبالتأكيد
واضح من الإشكالات الموجودة في متعلق بالميزان التجاري أن الأزمة الاقتصاد هي أزمة كلية وهي أزمة تتعلق بالسياسة الموجودة، وأننا لازلنا نصرف على بعض البنود المتعلقة بالمسائل الحربية والأمنية أكثر من الصرف على المسائل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد. ما لم تتحرك ماكينة الإنتاج والإنتاجية لن يكون هنالك اقتصادا مستقرا بالتأكيد. حديث وزير المالية الأسبوع قبل أيام في البرلمان، وحديثه عن ميزانية أيضا النصف الأول من العام الحالي، وحديث الآن وزير وزارة التجارة عن تحسن الأداء ميزان التجاري. خبراء صنفوا حديث وزير المالية أنه حديث صريح، ولكنه كشف عن علة حقيقية في الاقتصاد السوداني وعن علة كبيرة جدا في ميزان المدفوعات وفي موازنة هذا العام. لكن الآن حديث وزارة التجارة هو حديث أكثر تفاؤلا، على ماذا يستند المواطن الآن؟ حديث وزير المالية أم حديث وزير التجارة الحالي؟ لا، حديث وزير المالية هو أقرب إلى الحقيقة، فحديث وزارة التجارة هو حديث عن أن لا زال هنالك عجز ولكنه ينخفض، فهذا ليس حديثا متفائلا. هو أيضا أن التشاؤم موجود، فنحن لا نتحدث عن أن العجز تراجع، بل ينبغي أن نتحدث عن العجز كلية لم يصبح موجودا. هنا سيكون الاقتصاد قد تعافى، فبالتالي لن يكون هنالك أي جديد فيما يتعلق بحديث وزارة التجارة فيما يتعلق بالمواطن وخدماته ومسألة تراجع الأسعار عن ما هي عليه، باعتبار أن الجنيه السوداني الآن موقفه معروف أمام العملات الأجنبية الأخرى.